حلقتنا النهاردة هتفكرك بالذي مضى وهتحس فيها بحنين لزمن فات. عم محروس من أشهر بياعين الجرايد معانا النهاردة، نجيب محفوظ كان يجي هو بنفسه اللي يشتري الجرايد. شكري سرحان. احنا معانا صحاب اقدم استوديو تصوير في مصر. صناعه الصرف دي احنا متفردين بيها في مصر طبعا. بفضل الله سبحانه وتعالى. يا جماعه انا عندي ذهول وحياه ربنا. يجوا من السنه لسنه معلمين تيك والجلابيه بس. ايه اصعب ولاده مريتي بيه؟ اصعب ولاده شتت بكريه. والحته اللحمه كانت لازقه شويه. حته اللحمه كانت لازقه اللي هو العيد. اه اسمه حته اللحمه احلى من كده.